سلام البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير. غبرت عليكم لانني صراحه كنت في حداد على روح الزوج ياسمين من قناه ياسمين شهرزاد، الله يرحمه ويوسع عليه والله يصبر عائلته ويصبر مراته. تاثرت بزاف صراحه بالخبر، وانا من الناس اللي يعني كنتاثر بزاف، يعني ما كنقدرش نسمع شي حاجه وكيدوز النهار والغدلين ولي نورمال، لا كنتاثر بزاف وبقى فيا مسكين وبقات فيا حتى هي. يلاه يلاه كي مات ليها ولدها مسكينه هادي 3 شهور، ودابا كتسمع هذا الخبر. ففعلا انا تاثرت وضامنت معها، واخا يعني ما كنعرفهاش شخصيا، كنشوفها عبر اليوتيوب فقط وما عمرني ما تواصلت معها. كنت نطلب منكم حسن انتم البنات حتى اللي ما عرفتش بالخبر ترحم على روح الزوج ديالها نور الدين، الله يرحمه ويوسع عليه والله يرزقه الجنة يا رب العالمين، والله يصبر ميمته ويصبر مراته مسكينة حتى هي في حالة يرثى لها. آخر أخبار سمعت أنها في السبيطار في المغرب، ما عرفش صراحة شنو بها، ولكن كنظن بأنها خضعت لي عملية المرارة. فالبنات كتسالكم غير الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، ما نقدروا نديروا لهم حتى شي حاجة، ما مكرهتش نكون معاها ونعنقها ونواسيها، ولكن يعني الهضرة ديالي ما يعني ما غاديش تبري هذاك الجرح، لانه يعني جرح كبير بزاف بزاف بزاف. والله يرجع لها يا ربي في ميزان حسناتها، والله يقويها ويخليها لوليدها يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. الدعوة معها البنات، كتسالكم غير الدعاء فقط، وان شاء الله دابا راني رجعت لكم ان بعض الفيديوهات اللي صورت لكم صورتهم شحال هادي شي اسبوع دابا، غير حبست ما بقيتش كننزل احتراما لروح الزوج ديال ياسمين. اللي ما عرفتش القناه ديال ياسمين البنات غادي نخليها لكم لتحت في صندوق الوصف، ويلا نشوفوا الفيديو ديال اليوم. الخير عليكم البنات، كي صباح لاباس عليكم، سنه سعيده باش ما تمنيت ان شاء الله بالافراح وبالسعاده. المهم هذا اول نهار في 2020 لقيتنا في واحد المنتزه في مدينتي. المهم جبنا الدراري هكا يلعبوا، اختكم جالسه في واحد الخيمه كما كتشوفوا. عفتوا البنات الصهد ما نعاودش لكم، الصهد بنهار والشميشه ما شاء الله عليكم. كما نقول لكم ديما غنبقى نقول لكم بنات المغرب راكم في نعمه والله، ما كتحسش بها حتى كطير بين يديكم. فاستمتعوا استمتعوا استمتعوا، الشميشه بركه والله العظيم. عرفتي حسيت بالضلوع يسخنوا. المهم نهار سخون، ولكن بالليل كيكون البرد، كيكون برد في الدار، فضروري الانسان يلبس هذاك المهم بينوار وصافي، بيجاما وبينوار قاضي بالغرض. المهم كما كتشوفوا انا في واحد المنتزه دايرين الوليدات هكا انشطه فين يلعبوا داكشي كامل. المهم جينا نصوروهم يلعبوا شويه هكا، ومعروضه عند اختي ان شاء الله غنمشي نتغدى عندها وغنبات عندها. كتعرفوا اختكم كتجي المغرب من دار لدار كيف النحله، والله ما كنجلس، كل نهار عند واحد ضروري خصني ندير الخواطر، وكل نهار نمشي عند واحد حتى كان نساليهم. ما شاء الله العائله كبيره ما شاء الله تبارك الله. وصف البنات خليكم معايا حتى نشوفوا نهارنا كيفاش غادي يدوز. برافو عمران، باي باي. هانت حنا وصلنا، عرفت واحد الشميشه على برا فن والله الا سخنت بها عظام. المهم ما بغيتش نبدل حوايجي دابا حتى نبرد شويه، وديك الساعه على بال ما وجد الغدا وداك الشيء كامل. انا عمان داير لي العقوبه يا اختي ما كيجلش، وانا ما شاء الله حنت هذا الدروج الفوق والتحت الشراجم ما نعاودش لكم شحال من شرجم. عاد البنت اللي قال لي سير فيها 3 شراجم، يعني خاصني نرد معاه البال مزيان. وما شاء الله ولاد زعما اللي كابرين هنا زعما مولفين. عمران دابا مشطون مشطون، هاد لاج مشطون بزاف بزاف بزاف. تما الشلاضة بقى ما سالاتش، كاينة هادي سايلة لا بقى ما وجدتش حتى هي. يعطيك الصحة اختي، عرفتي اللي في سيال البنات كتشهي. شكرا لك اختي، الله يكبر بيك كما كبرتي بيا. واللي فيكم حامله البنات سمحوا لي دابا غنحيد جلابتي وغادي
خويا ما طول وانا ما عرضان. انتم الحلاويه لالا نيال كيسحب لها العيد ميلاد ديالها الثاني، درنا لها واحد البارح اليوم الثاني ياك. وين شالو؟ سنة حلوة يا نهال، سنة حلوة يا نهال، سنة حلوة يا نهال، سنة حلوة يا جميلة. To you happy birthday to you. Happy birthday to Nihal. Happy birthday to you. جوج ثلاثة يلا طفي نيهال. هي برافو يلا نوبة صفا دابا ونوبة عمران. سنة حلوة يا صفا، سنة حلوة يا حلوة، سنة حلوة يا صفا. يلا شنو بخي نو بخي يلا نوبة عمران أميمة يلا سيرة يلا. سنة حلوة يا أميمة، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة أميمة. خير عليكم بنات، كي صبحت لاباس عليكم، نتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم اختكم مازال عند اختي، لقيتوني الله هنايا كنجمع حويجات ديال الحمام، غادي نمشي لواحد الحمام تركي ما نعاودش لكم. محتاجه لواحد الدرجه لا تتصور، كمد عظيماتي وضربه بواحد المساج وصافي البنات. المهم غادي يبانوا لكم هكا الفلوغات متخربقين حيت كل نهار كنصور شويه، الا كان ما يتصور كنصور لكم وكنبارطاجي معكم هذاك الشيء اللي ممكن انني نقدر نبارطاجي. بيان سور ما كنقدرش نبارطاجي كلشي. عييت مع نهال تمشي معايا للحمام، الله ما بغات يلا. البارح انا كنطلب فيها وانا ما بغاتش تمشي معايا. لا ما حلوه ماشي سويمين فول حمام هذا. تحيدي له سيخه، تحيدي الباستا يعني هاي. الله الله على راحي البنات. كنت هزه 5 كيلو ديال الوسخ، بقات كتحك مسكينه كتحك كتحك كتحك. الله يرحم ليها الوالدين، كنتي كتشوفي الله يرحمك الوالدين اختي شكرا بزاف. في الاخر مشات معايا نهال وعجبها الحال. ماما نهال الكبيده الحنيكه بعدا ولاو حمرين. جاو تشربوا اتاي تبارك الله عليا. شوفوا ها نتوما همسين بنات، ها البطبوط ها البغرير، همسين من معسل يا سلام. او صباح الخير عليكم، كي درتوا لاباس عليكم؟ نتمنى ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غدا عند عمتي ناكل عندها احسن افضل كسكس في العالم. قلت انت ديما فين ما نجي ان شاء الله تصايبي لي الكسكس، الكسكس ديالها البنات واعر 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 بزاف. يلا 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 هاك كسكسو لالا فاطمه اللي غد لا وين حجو كلشي ياك. وين عمتي وين عمتي يا صافي.
يا قلت لكم راني بقى بلا غير الزرودات، وهذه عرضه ثانيه، وهذا نهار اخر كانت عرضت علينا مرات ولد عمي. الله يفك على خير، شكرا اختي كبرتي بيا، الله يخليك لوليداتك يا ربي. بنات كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم. راه قلت لكم انا فاش كنجي للمغرب ما كاين غير العرضات والزرودات. خديجه اختي الله يفكك على خير، الله يخلف عليك، الله يصلح لك وليداتك، الله يحفظك ليهم يا ربي. عمتي الله يخلف عليك حتى نتيا، الله يكبر بيك نتيا وبنياتك. خواتاتي بجوج الله يخلف عليكم حتى نتوما، الله يكبر بيكم. مرات خويا نتيا الحب، نتي الفن، نتي البوغوس، نتي ماشي مرات خويا، راكي عارفه نتيا عزيزه، ونتيا اختي راكي عارفه. الله يحفظك حتى نتي لوليداتك الميمه الحنينه، الله يخليك لينا والله يشافيك لينا بالحنين تنت، الله يخليك لينا. مرات عمامي بجوج، بنات عمامي تنتوما الله يخلف عليكم. شكون عاوتاني؟ بنت عمي تنت الله يخلف عليك. وصراحه راه غير هادشي غير لقطات اللي صورت لكم، ما كنصورش بزاف صراحه، حيت كنبغي نستغل الوقت نشوف العائله ونشبع منهم. المهم البنات الفيديو ديال اليوم غادي يتسال هنا، وان شاء الله ترقبوني واحد جوج فيديوهات وحدين اخرين، واحد سفيره ديال مراكش، وكنقول لكم من هنا لتما نتلاقاكم ان شاء الله فيديو جديده. موح عليكم غزالاتي.